الاستعانة بالمحترفين أمام النيجر وليبيريا، البعض شايف أن الاستعانة بالمحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح يعني مبالغ فيه، خصوصا أن احنا بنلاعب منتخبين من التصنيف الثالث في أفريقيا. فكان يعني البعض قال أن كان من الأولى أن يتم تجربة بعض العناصر الجديدة من اللاعبين المحليين، علشان كده كده هو اللاعبين المحترفين دول بيكونوا القوام الرئيسي في المباريات الرسميه. ده صحيح، ده صحيح، بس 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 هو برضو عاوز يتعرف على القدرات اللعيبه بشكل عام اللي موجوده، وخصوصا ان الفتره دي هي في الاجنده في العالم كله فيها اجازه، لان كل المنتخبات بتلعب مباريات وديه وكل اللعيبه بتلعب، ففي الوقت ده هو يهمه قوي. اما اول ظهور لي يبقى موجود محمد صلاح، يبقى موجود تريزيجيه، يبقى موجود حجازي، اللعيبه دي يحب يشوفهم، يحب ان هو زي ما قلت لك برضه يهمه انه اول ظهور ليه، يحب ان هو يعمل نتيجه ايجابيه. فخلي بالك، صحيح، لكن ما عادش في افريقيا دلوقتي فريق سهل يا اسلام. يعني انت شفت في الكاس الافريقي اللي فات كان في مفاجات كبيره جدا، وعندك الجزائر بطل البطوله السابقه، طلع من الدور الاول. فما عادش فيه في افريقيا فرق سهله ومضمونه. كل افريقيا النهارده بما فيهم اللي شفناه من نايجر، وشفنا يعني مستوى من البدني بتاعهم عالي جدا، بيلعب بقوه جدا ومش بسهوله. انت احرزت اهداف، يعني صلاح فتح الاهداف بجول طبعا جميل جدا، وشايف انه النهارده لازم تلعب مع انت بتترشح من افريقيا، وانت بتطلع كاس عالم من افريقيا، فلازم تخوض على كل المستويات، لان انت هتقابل فرق ممكن في نفس المستوى ده. لان اعتقد ان هيبقى كاس عالم اللي جاي هيبقى فيه 10 فرق من افريقيا، وبالتالي يعني هتقابل المستويات دي. فلا باس ان هنا البدايه تبقى كده، ومن حق الراجل يشوف اللعيبه كلها، ولكن خلينا ما نسبقش الاحداث يا اسلام بالحكم على الجهاز الفني الجديد. طيب كابتن علي، بخبرات حضرتك الكبيره، هل منتخب مصر في حاجه الى تجديد دماء، ولا منتخب مصر يقدر ان هو بالعناصر اللي موجوده دي ممكن ينافس على حصد بطوله افريقيا والتاهل لكاس العالم في 2026؟ هو اي خامه جميله او خي اي بتفرض نفسها، مش شرط ان انا هو اوريدي كيروش الحقيقه عمل في الست اشهر اللي اشتغلهم، لا جدد دماء الفريق وحط عناصر جديده جدا، وطبعا احنا عارفينهم طبعا، لما بتكلم عن مرموش وبتكلم عن محمد عبد المنعم، وبنتكلم يعني عن زيزو وفتوح ويعني بصراحه ضخ دم جديد في الفريق. فاحنا انت عندك، لكن ايه المانع النهارده لما يبقى في بدايه الدوري او في الدوري موجود النهارده ظهر عناصر على مستوى عالي، اي حد اللعيب هو اللي بيفرض نفسه، وهو اللي بيحط نفسه في المنتخب، وهو اللي ممكن يشيل نفسه من المنتخب. فطول ما انت بتلعب كره وكل ما انت بتادي، اللي اعتقد انه الجهاز الفني وشفناه بيراقب كل المباريات، عشان ايه؟ عشان لو لقى خامه حلوه تصلح انها تنضم او هو محتاجها في طريقه لعبه هيضمها على طول. راي حضرتك في محمود حماده واسلام عيسى؟ والله بدايه كويسه. يعني انا شايف بدايه كويسه، بالذات حماده، يعني ان حماده اشترك في المباراتين، خامه حلوه ولعيب وسط ملعب، اتاخر قوي في انه يظهر، لانه حماده تقريبا 27 28 سنه، لكن خامه حلوه جيده ونفذ، بيقوم الواجب الدفاعي، بيقوم الواجب الهجومي. عيسى برضو خد فرصه بسيطه، لكن برضو امكانياته كويسه. اسلام لعيب اسلام، وكنت افضل برضو الحقيقه يعني اللي ظهر بمستوى عالي وكان لازم ياخد فرصه مدبولي، يعني كان لعيب ظهر بشكل الفرصه زي ما قلت، الفرصه متاحه، والراجل هيضم العناصر اللي هو مقتنع بيها من خلال مباراه الدوري. محمد عواد استبعاده